أول طريق لتحرير الروح يا دياب. لا 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 لا، إنك تتواصل وتتصل بالكائنات الأخرى. لا لا لا، كده كده مش أمان. تشوف حاجات ناس تانية بتشوفهاش، وهنا تعرف إنك أنت وصلت للطريق السليم القويم. إيه ده؟ أنا استفيضتك يا دياب. ده خطأ، أول مرة يحصل في تاريخ الأوتيل من يوم ما فتح. إيه الحيوانات دي كلها؟ هو أنتوا النهاردة أني ما تشوف؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا اتقتلت ليه؟ صحيح، أنت أكيد جن صح؟ ابعد عني بدل ما أسخطك. حضرتك أنا ما قربتش، أنت اللي قربت. عو عو عو، ده أوتيل لإقامة الحيوانات الأغنياء. جابوا مدير ليلي جديد. معقولة؟ منورين يا جماعة. أنا عايز حقي وبس. بالقانون. خاين زي ابوك يا دياب. لا لا لا، خاين يا علا، ديبو في مصيبه. ما تعرفش اي حاجه عن ديبو. اهلا اهلا. انت هنا يا فجر وانا قلب الدنيا عليك. انت المدير الجديد؟ ايوه. معلش، ربنا ما يعيب لكم فيه. لا جل هيظبطها. لا ما اصل يعني ماشي.